صراحة هي مبالغ تخصصت عن طريق السيد المحافظ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تخصص مثلا المبالغ لمستشفى ابن سينا مستشفى الأم 330 مليار دينار لغرض إزالة وبناء على الطراز الحديد، إضافة إلى أكثر مشاريع مراكز تخصصية ومراكز الصحية على أرجاء المحافظة في المناطق القريبة منها كتلكيف وحمدانية ومستشفيات في سنجار وسلوني على 50 سرير، في بعشيقة 100 سرير، كلها تخصصت ضمن مبالغ الأمن الغذائي. صراحة لدينا خطط خاصة لغرض البدء في كيفية توجه دائرة الصحة حول إنشاء مراكز تخصصية منتشرة على الجانب الأيمن والأيسر من المدينة، إضافة للمناطق التابعة للمدينة من القرى والأقضية والنواحي. هناك مثلا في النية فتح مركز تخصصي لجراحة القلب في الجانب الأيمن، تم تحديد له مكان في بالقرب من ساحة دورة قاسم الخياط، وكذلك مركز تخصصي أسنان إضافي في منطقة دائرة صحة إنوى القديمة، إضافة إلى كثير من المراكز التخصصية، مركز تخصصي جراحة الجهاز الهضمي وما شابه ذلك، إضافة إلى المستشفيات التي تم ذكرها في مخمور 100 سرير، في بعشيقة 100 سرير، في الحضر 50 سرير، في بعاج مستشفى جديدة 50 سرير، وفي مناطق سنوني 50 سرير، منها من تكون على الأمن الغذائي، منها من تكون خطط استثمارية من الوزارة، وبعض منها تكون على تنمية الأقاليم عن طريق المحافظة بإعلان رسمي وتقديم شركات. نتمنى من السادة المسؤولين عن هذا الملف استخدام الشركات الرصينة، شركات لها أعمال مماثلة في إنشاء هكذا مستشفيات، وخاصة مستشفى 600 سرير، هذا المستشفى الأم الذي تخرج من عليه آلاف الأطباء من اختصاصات متنوعة للمدينة، ورفض المدينة بهذه الكوادر، يعني صراحة الكادر الصرح العلمي الذي تخرج من مستشفى ابن سينا. نأمل أن نشوفه في الوقت القريب في أحسن ما يكون مضاهي للدول العربية والأجنبية. طيب دكتور، ما هي أكثر المناطق التي تحظى بهذه المشاريع التي ذكرتها؟ صراحة تعتمد على خطط خاصة وفق ضوابط معدة من قبل دائرة التخطيط في وزارة الصحة على أعداد السكان، نوعية الخدمات، بعدها وأقرب المسافة بينه وبين أقرب مؤسسة صحية، نوعية المنطقة، بعدها عن مركز المحافظة. هناك ضوابط خاصة، مساحة الأرض كذلك لها ملكية الأرض، كل هذه هي ضوابط خاصة في كيفية إنشاء هذه المستشفيات. المبلغ ما تحدد لحد الآن كمبلغ، ولكن تحدد كقيم مستشفيات. صراحة المبالغ يعني إذا استغلت بصورة صحيحة إن شاء الله تكفي لإنشاء هكذا مؤسسات، لأن لدينا مشاريع سابقة العمل جاري فيها كمشروع طوارئ 100 سرير، مشروع مستشفى البتول، مشروع مستشفى الأورام، هذه مشاريع تحت الإنجاز ونسب إنجازه متفاوتة، ما عدا التأخير في مستشفى الأورام نسب إنجازه 50% فما فوق، إضافة إلى إكمال بعض المشاريع كمصرف الدم الرئيسي في المجمع الأيمن، بناية العقم على الطراز الحديث في المجمع الأيمن، معهد الأشعة في المجمع الأيمن. إن شاء الله الأيام القليلة في هذا العام سوف تشهد دائرة صحة نينوى وافتتاح مشاريع كبرى ومتخصصة في القطاع الصحي.